هاي هاي قد ايه قناه جميله قوي. يا خبر ابيض، مش معقوله اللي بيحصل ده. هاي طمطم، ايه ده؟ يا خبر ابيض يا طمطم، ايه اللي انت عاملاه ده يا طمطم؟ ينفع كده؟ في ايه يا ماما، حصل حاجه؟ اتفضلي انزلي من على الانتريه وتعالي هنا قدامي. في ايه يا ماما، حصل حاجه ولا ايه؟ طبعا حصل. ايه ده يا طمطم، ايه الالعاب بتاعتك مرميه في كل حته يا طمطومه؟ ينفع كده يا حبيبتي؟ كل دي العاب رمياها، لعبتي بيها وخلصتيها ورميتيها كده على الارض. انا لعبت وخلصت بقى يا ماما، بتفرج على قناه العابي. الله، وبعدين معاكي يا طمطم، انت بقالك كام يوم بتلعبي بالالعاب بتاعتك وبعدين تكبيها كلها على الارض وتسيبيها وتدخلي تنامي وانا اقعد الم فيها كلها واحده واحده، ينفع كده يا حبيبتي؟ وايه المشكلة يا ماما، مش انا المفروض بلعب وحضرتك بترتبي؟ يا سلام، ايه ده، ده ايه ده، ايه المنطق الغريب ده؟ حاجة جميلة او انت بقيتي كمان بتردي عليا يا طماطم وتقولي بتترتبي ومش بترتبي، امال انت بتعملي ايه في البيت يا طمطم؟ انا بلعب. لا يا حبيبتي، الاولاد الشطورين الحلوين لما يلعبوا يلموا العابهم كلها ويحطوها في الباسكت بتاعها تاني. يا ماما مش عايزة ارتب. طمطم، وبعدين معاكي هتخليني اطلب لك شرطة الاطفال. يا ماما بقى مش عايزة ارتب، مليش مزاج ارتبها دلوقتي. بتتفرجي على قناة العابي برضو؟ ايوه انا بحبها قوي. طب وما ينفعش يا حبيبتي نرتب العابنا ونحطها في الباسكت تاني وبعدين نتفرج على قناة العابي؟ لا انا مش ليش مزاج بقى ارتبها يا ماما دلوقتي، مش عايزة اتفرج على قناة العابي. بقى كده. طيب يا طمطومة، وعليكم السلام يا فندم. عند شرطة الأطفال؟ أيوة يا فندم. سمعنا إن عندكم بنت صغيرة ما بتوضبش اللعب بعد ما تلعب بيها. فعلا. اسمها إيه؟ اسمها طماطم. وهي ليه ما بتوضبش اللعب؟ مش راضية ترتبها خالص. لا، اللي ما بتوضبش ألعابها وحاجاتها مش شاطرة. طبعا. وما بتهتمش باللعب بتاعتها، ولو ما رضيتش توضب اللعب دلوقتي هنيجي ناخدها. أكيد. أيوة طبعا. طيب، أنتوا ساكنين فين؟ في كومباوند سيدي ستوريز يا فندم. طالما هي مش عايزه توضب اللعب هنيجي دلوقتي ناخدها، بس لو وضبتها قولوا لنا عشان ما نجيش. طبعا اكيد. مع السلامه. كده يا ماما؟ لا خلاص يا ماما، انا هرتبها، مش عايزه شرطه الاطفال تيجي تاخدني. خلاص يا ماما هرتب كل حاجه، هاتي لي بس بوكس الالعاب بعد اذنك. يعني دلوقتي خلاص هترتبيها بقى يا طماطم؟ ايوه يا ماما هرتبها واشيل كل حاجه، لو حابه كمان اكنس لك البيت، انا ما عنديش مانع. لا 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 يا حبيبتي، عنك انت موضوع البيت ده، انا عايزاكي بس كل اللي طالباه منك انك ترتبي الالعاب بتاعتك بعد ما تلعبي، ما ينفعش الهرجله دي خالص. حاضر يا ماما هرتبها. انا هجيب لك البوكس دلوقتي، الباسكت بتاع اللعب بتاعتك، تحطي كل الالعاب دي فيه وتعدلي الكرسي اللي نايم على جنبه ده. حاضر يا ماما، حاضر. ادي يا طمطم الباسكت اهو، لمي بقى فيه كل. ادي يا طمطم الباسكت بتاع الالعاب اهو، لمي بقى يا حبيبتي كل الالعاب بتاعتك. حاضر يا ماما هلمها، بس عشان خاطري كلمي شرطة الاطفال بقى، قولي لهم ان انا بقيت مؤدبة وهلم الحاجات بتاعتي، والله هلمها على طول. حاضر يا طمطومة، اول ما تلمي الالعاب وتحطيها كلها في الباسكت هكلم الشرطة ما يجوش ابدا ياخدوكي حالا. اهو يا ماما خلاص لميت كله ورتبت الصالة كلها، بصي كل الالعاب بتاعتي بقت في مكانها، خلاص كلمي بقى شرطة الاطفال. برافو برافو يا طمطومة، برافو عليكي. أيوة كده، أطلبهم بقى علشان ما يجوش. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. معاك شرطة الأطفال؟ أيوة يا فندم. سمعنا إن عندكم بنت صغيرة شاطرة جدا وبتحب توضب ألعابها. فعلا. اسمها إيه؟ اسمها طماطم. وهي دلوقتي هتوضب اللعب؟ أيوة هتوضبها خالص. الشاطرة اللي بتشيل حاجاتها كويس وتوضبها إحنا بنحبها، وهنجيب لها هدية حلوة، ولو بتسمع الكلام على طول هنقول لمامتها وباباها يجيبوا لها هديه حلوه قوي. انتوا ساكنين فين؟ في كومباوند سي ستارز يا فندم. طيب، مع السلامه. مع السلامه. شفتي بقى يا ستي، هم قالوا لي ان هم هيجيبوا لك لعبه حلوه قوي قوي يا طماطم علشان انت بنت مؤدبه ونظيفه وجميله. شكرا يا ماما، انا بحبك قوي. وانا كمان يا حبيبه ماما. الو، ايوه يا عمر. الو منى. ايوه يا حبيبي، انا مراتك منى. خير يا منى، في حاجة ولا ايه؟ مفيش اي حاجة، انا بس كنت عاوزاك تجيب لعبة بسيطة كده لطمطم وانت جاي علشان اكافئها بيها علشان عملت حاجة حلوة قوي النهاردة. خلاص يا حبيبتي مفيش اي مشكلة، بس كمان عايزاك تغلفها كأنها هدية. اوكي تمام، هجيبها لك ان شاء الله وانا جاي. ماشي يا حبيبي، مع السلامة. شكرا يا عمر قوي،
كويس قوي ان انت غلفتها كده بقت تمام. طيب يا ستي اي خدمه، هي فين بقى طمطومه علشان اديها لها؟ اهم حاجه لما تديها لها تقول لها ان انت قابلت شرطه الاطفال وهي جابتها لك علشان طمطم شطوره وسمعت الكلام. شرطه الاطفال؟ اطفال ايه بس يا منى؟ بس اسمع الكلام اللي بقولك عليه يا عمر علشان خاطري. ماشي يا منى ماشي، مفيش مشكله زي ما انت عايزه. طماطم طمطومه، تعالي بابا وصل يا حبيبتي. بابا بابا، الله، شرطه الاطفال جابت لي هديه جميله، يا سلام. ايوه ايوه يا طمطم يا حبيبتي، انا قابلت شرطه الاطفال على الباب وادوني الهديه دي علشانك. الله، انا بعد كده يا ماما هرتب لعبي على طول وما عادش هعمل كده تاني ابدا خلاص. طبعا طبعا يا حبيبتي، وانتي علشان سمعتي كلام ماما ورتبتي حاجاتك شرطة الاطفال جابت لك هدية جميلة. شكرا يا ماما، يا احلى ماما في الدنيا، شكرا شرطة الاطفال. هاي، ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصية حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مرة ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا اصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة العابي. باي باي يا اصحابي.